السلام عليكم، معكم سي مرايان شانيل. نقدم لكم اليوم منتوج جديد، برودوي جديد، ايكوتور سان فيل سون بيت ترو فري تو. هاد لي ايكوتور صراحة ايكوتور في المتناول، كيستعملوها الناس في امريكا بزاف، لقيت اكثر مبيعا في امريكا. كاليتي دو سون زوينة، محكم تجربتي لي زيكوتور في سيمورايان شانيل، لقيت بان هذا البرودوي هو الاحسن من جميع كاع لي دوزت في البرودويات ديال ايكوتور سون فيل. بالنسبه لهاد سون بيس ترو فري تو، ايكوتور زوينه كاليتي، لقيتهم اكثر منهم بالنسبه للباتري، بالنسبه لمقاومه الماء، البوسيير، الضوضاء، الميكرو. صراحة كتوفر الجميع على هذه الخاصيات. وخليكم مع الصور وما تنسوش اللايك اند سبسكرايب. شكرا لكم. بالنسبة لفتح العلبة او الديبالاج، عندي لكم ديبالاج على محتويات العلبة. بالنسبة سون بيتس تو فري تو، خليكم مع الصور تشوفوا ديبالاج ديالها وجميع المعلومات كاركتيرستيك. كتوفر العلبة البواتشي كما كتشوفوا معايا الصور، ديزاين ديالها تبارك الله رائع. صراحة حكم التجربة ديالي كما كتشوفوا معايا راه كتشارج، راه كتشارج بطبيعة الحال، كاليتي زوينة. هاد البرودوي راه لقيتو كيتباع في امريكا بزاف، اكثر مبيعا في امريكا. صراحة زوين تبارك الله، حتى البواتشي زوينة. شارجر كيما كتشوفو معايا تيب سي. نشوفو محتويات العلبة اشنو فيها. كيتوفر طبيعة الحال على كيبل ديال الشارج تيب سي، ولا غطاء الأذن ديال السماعات، وطبيعة الحال حتى بالنسبة لهادو تا هما اللي كيدخلو في الأذن، تا هما راه كاينين ديالهم. عاد كتيب ترو فري تو سون بيتس كوتيب، الشيما راه دايرين ليكم حتى الشيما الا بغيتي تباع، عدد النقرات، شحال بغيتي توقف، بغيتي تزيد الفوليوم، بغيتي تنقص كما كتشوفوا في الكوتيب. وبحكم تجربتي الباتري ديالها زوين، جميع المعلومات هنا باللغه الانجليزيه طبيعه الحل والصينية. بالنسبة لهاد سون بيتس ايكوتور سون فيل، 10 متر تقدر تدور عندك 10 متر في الدار او في لو ترافاي. بالنسبة للاستعمال لكات اون شارج عندك 4 اور، طون دو شارج تخلى في الشارج بطبيعة الحال جوج سوايع، البواتي تا هو كياخد لك جوج سوايع. بالنسبه للديمونسيون ديالها عندك 27.7 مليمتر بلوتو سنتيمتر فوا 20.8، عندها 4 ميكرو. الباتري ديال البواتشي ديالها، البواتشي ديالها عندها 300
380 mAh. بالنسبة ليزيكوتر رمي بلوتوث 5 ديال الامبيراج ديالها 43 mAh، يعني 5 اور دو جو. طبيعة الحال ماشي تاكتيل، اون توش مزيانة بالنسبة للتاكتيل. راه كتبغي تقاد ليكوتور باغ اكزومبل، بالنسبة للناس اللي كيعرفوا كدير لك بوز ماشي بحال هادي، تي كليك وهي اصلا لاصقه في الودن ما كطيحش، الضوضاء ما كتسمعهاش. صراحه كنصحكم بها وفي المتناول. غنشوفوا معنا الطريقه ديال الربط ديال السماعات. غندخلوا كما تشوفوا معايا في الصوره بلوتوث، غنأكتيفي البلوتوث بطبيعة الحال. كما كتشوفوا معايا في الطابلات اللي درت لكم ديجا فيديو ديالها ديال الأخت ديالي جالاكسي اس 7، الفيديو السابق اس 7 اف او، هاهي طلعت ساوند بيتس. غنديرو لها اسوسيي بطبيعة الحال طريقة الربط. هاهي بطبيعة الحال خدامة. غنديرو تجربة ونقلبو على سيمو ايان شانيل كما كتشوفو معايا. غنجرب ليكم تشوفو الصوت. نزيد لكم شوية باش تسمعوا الصوت ديالها. كاليتي زوينة صراحة في متناول الجميع. البري ديالها راه كيتراوح بين 400 حتى 700 درهم، وفيها انواع بزاف هاد الصوت بيت. كاين تو فري تو، كاين تو فري تري، كاينين بزاف الماركات ديال هاد ساوند بيتس اكثر مبيعا. صراحه كنصحكم بها وكنتمنى منكم الفيديو يعجبكم، وما تنساوش اللايك والسبسكرايب. شكرا لكم.